كصحيحة ولإنجاح هذا المسار. أكيد. لإنجاح هذا المسار. أكيد. لأنه اليوم ما عندناش خيار آخر. هذا هو. ما عندناش خيار آخر اليوم، يعني هو يعتبر، نحب نرجع شوية، المرسوم عدد 8 لسنة 24 المؤرخ في 13 سبتمبر هو يعتبر يعني اليوم مكسب لي هذا المجلس، مجلس الوطني للجهات والأقاليم، ونقول أنا بعبارة أخرى هو وضع النقاط على الحروف. مهم جدا راهو اليوم وقت اللي نبدأ ونخدم في تناسق ونخدم في يعني في في تناسق وتنسيق بين المجلسين، مهم جدا خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، وهي مرحلة تعتبر مرحلة البناء، مهم جدا. يوم قاعدين نبنيه في مؤسسات، إذا ما يتمش البناء على قاعدة وأسس صحيحة راهو ستنهار هذه المؤسسات. والحمد لله اليوم دونك جاء هذا المرسوم لوضع كما قلت النقاط عن الحروف، وأيضا اليوم البشرة الأخرى كونه زاد اليوم هناك عمل متواصل وإعداد لمشروع قانون سينظم عمل، وسيصدر تقريبا عن قريب أكيد، لينظم عمل المجالس المحلية والجهوية، لأنهم مع الأسف ما زالوا ما همش فاهمين دورهم بالضبط. ساعات نلقاو تداخل بين العمل البلدي وعمل المجلس المحلي للجهات، المجلس المحلي والمجلس الجهوي، ساعات يدخلوا بعض يعني في بعض الصلاحيات اللي ما هوش من صلاحياتهم. دونك يجي اليوم يعني هذا المشروع ان شاء الله يتم يعني اصداره عن قريب، وسينظم عمل هذه المجالس.